بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الطريقة التي جاءت في كتاب الله الأسماء والصفات أنه يأتي بنفي مجمل وإثبات مفصل. نفي مجمل ليس كمثله شيء، هذا مجمل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا مفصل. شوف، هل فيها إثبات مجمل، فيها نفي مجمل وإثبات مفصل. ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، وهو السميع البصير، هذا إثبات مفصل، سمع وبصر. وهذه قاعدة في أسماء الله وصفاته. خذ مثلا آية الكرسي، فيها إثبات مفصل ونفي مجمل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. فيها إثبات مفصل ونفي مجمل، وهذا طريقة أهل السنة والجماعة مع كتاب الله عز وجل، فهم يقتدون بكتاب الله ويثبتون لله ما أثبته لنفسه، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، إثباتا بلا تمثيل ونفيا بلا تعطيل، تنزيها بلا تعطيل. هذه هي طريقة القرآن والسنة، وهي طريقة أهل السنة والجماعة، بخلاف المبتدعة من المعطلة وعلماء الكلام، المعتزلة جهمية والمعتزلة، فإنهم على العكس من طريقة الكتاب والسنة، يأتون بنفي مفصل ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى، يقولون هذا في حق الله سبحانه وتعالى، ومعناه أنه غير موجود. هذا يفضي إلى أنهم يصفون الله لأنه غير موجود، أن الشيء لا يمنى ولا يسرى ولا فوق ولا تحت ولا ما في شيء كذا، فمعناه أنهم يصفون الله بأنه غير موجود، تعالى الله عما يقولون. ولذلك سموا بالمعطلة، عطلوا الله من صفاته وعطلوا الكون عن خالقه، فهم المعطلة. نعم، التعطيل هو النفي. نعم. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون: ليس بجسم ولا شبح، نعم، ولا جثة ولا صورة، ولا لحم ولا دم، ولا شخص ولا جوهر ولا عرض، ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة، ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة،
ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض، وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان، ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناه، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. نعم، أبو الحسن الأشعري كان معتزليا، يعني على مذهب المعتزلة، ثم إنه انتقل إلى مذهب الكلابية وتبرأ من مذهب المعتزلة، وقام في الجامع الكبير يوم الجمعة وأعلن براءته وانخلاعه من مذهب المعتزلة، ثم خلع جبة عليه أو نحوها وقال هكذا، إنه خلع مذهب المعتزلة، انتقل إلى مذهب الكلابية، ثم إنه انتقل إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأعلن ذلك، وكان هذا آخر أمره أنه على مذهب الإمام أحمد، كما ذكر ذلك في كتبه أنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لكن أتباعه لا يزالون على المذهب الأول، على مذهب الكلابية، إلا من شاء الله. نعم. وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. نعم، أنت لو قلت لملك من الملوك تريد أن تمدحه، أنت ما أنت بقصاب ولا أنت خباز ولا أنت يعني ولا أنت أيضا صانع قدور وأواني، وأنت لست بزبال ولست بكساح ولست لأدبك، يعني هذا سماجة، يكفي أن تمدحه مدحا مجملا، قل أنت طيب، أنت لك مكانة، أنت خصك الله بهذا المنصب، فتجمل في النفي وتفصل في المدح، هذه هي الطريقة. نعم. وإنما تكون مادحا، يكفي عن هذا أن تقول أنت لست كغيرك، أنت لست كغيرك من رعيتك، يكفي هذا، يقول أنت ما أنت بقصاب وأنت لست خراز وأنت لست بكساح ليكنس وأنت لست هذا ما هذه سماجة، ومعناه أنك تستهزي بالشخص الذي تصفه بهذه الأوصاف وهذا النفي المفصل. نعم. وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك. إيه نعم، يكفي هذا. نعم. أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. نعم. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة.
نعم، التقيد بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة في حق الله تعالى هو الطريق الصحيح والسبيل المتبع، بخلاف طريقة المخالفين الذين يريدون بزعمهم أن ينزه الله سبحانه وتعالى فيأتون بنفي مفصل، وأما الإثبات فيأتون بإثبات مجمل. هذا عكس طريقة الكتاب والسنة. نعم. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة والمعطلة. التعبير عن الحق وهو الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، فمن أسمائه الحق سبحانه وتعالى، فيوصف الله بإثبات مفصل ونفي مجمل. نعم. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون ما قاله الشارع وهو الله جل وعلا، والرسول مبلغ عن الله عز وجل فيما شرعه. نعم. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. نعم، وهو باطل. يجعلون مذهبهم هو الحق، وما جاء في الكتاب والسنة هو التشبيه وهو إلى آخره. هذا من الضلال وانتكاس الفطر. أي الذي يريد الحق يتبع التعبير القرآني والتعبير النبوي، ولا يأتي بتعبير من عنده أو من عند مشائخه أو القول الطائفة الفلانية والعلانية. كفانا الله جل وعلا بالقرآن الكريم في هذا الأمر وفي غيره. نعم. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. نعم. والذي قاله هؤلاء لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره وأصدق حديثا من خلقه، فيجب التعبير بما جاء في الكتاب والسنة عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيليا ويحكم عليه بالكتاب والسنة. إما موقفهم مما يقوله أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، موقفهم من ذلك أنهم يرجعون كلامهم إلى ما جاء في الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو مردود. نعم. والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو إما أن يعرضوا، يعني أهل السنة والجماعة يعرضون عما قاله مخالفوهم من الجهمية والمعتزلة وأضرابهم. نعم. الذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا ويكتبون بالكتاب والسنة. نعم. أو يبينوا حاله تفصيليا ويحكم عليه بالكتاب والسنة، أو ينقضون ما قاله هؤلاء، ينقضونه ويردونه ويبينون فساده. هذا بطريقة أهل السنة والجماعة. نعم. ويحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة، لا يحكم بكلام الناس على الكتاب والسنة. طريقة أهل الضلال أنهم يحكمون على القرآن بأقوال مشايخهم، وما قاله مشايخهم وأئمتهم قالوا به، ويعرضون عما قاله القرآن. هذا ضلال والعياذ بالله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا الطريق الصحيح. نعم. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب
ليس بكذا ليس بكذا. السلوب يعني النفي، يأتون بنفي مفصل وإثبات مجمل عكس ما في الكتاب والسنة، ليس بكذا، ليس لا لا ليس فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا ولا، وليس له مكان وليس إلى آخره، كله كلام باطل مخترع. نعم، ولا حاجة إليه، كفانا ما قاله الله ورسوله. نعم، والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا. السلوب يعني النفي المفصل، ليس بكذا ليس بكذا، ليس في السماء وليس في الأرض وليس وليس له مكان إلى آخره. نعم، وأما الإثبات فهو قليل، الإثبات في كلامهم قليل. نعم، وهو أنه عالم قادر حي. أي نعم، هذه يثبتونها ويقتصرون عليها. نعم، وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية. النفي المفصل ليس مما جاء به الكتاب والسنة ولا مما قاله سلف هذه الأمة. نعم، وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي مجمل، ليس كمثله شيء، نفي مجمل، ثم قال وهو السميع البصير، إثبات مفصل، سميع بصير. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته. نعم، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك، ادعو الله جل وعلا، أسألك باسمك الذي سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ثم قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إن الله أسماء وصفات ما بينها لنا، استأثر بها سبحانه وتعالى. نعم، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه كما قال رسوله الصادق. لم يطلع أو لم يطلع؟ وله صفات لم يطلع عليها أحدا من خلقه. نعم، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل على أن لله أسماء لم يبينها لنا، استأثر بها سبحانه وتعالى. نعم، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. نعم، وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. نعم، وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات. ليس قول الشيخ يعني الإمام الطحاوي. نعم، وليس قول الشيخ رحمه الله: ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه. نعم، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة. عليم قدير، عليم قدير، لأن
غير الله قد يكون عليما لكنه ليس قديرا، أو يكون قديرا لكنه ليس عليما. أما الله جل وعلا فإنه عليم قدير. نعم. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به. والله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. لا يعزب عنه مثقال ذرة، يعني لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هو عالم بكل شيء، ما دق وجل وما كبر وصغر، فهو عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم. والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببداه العقول بداهي. نعم. ظهرنا بدائه بدائه همزة. نعم. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه ولما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. قوله ولا إله غيره، لا إله غيره، أي لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. لا تقل لا معبود غيره، فإن هذا مذهب وحدة الوجود، لا بد تأتي بهذا القيد بحق، لا معبود بحق غيره، وإلا هناك معبودات بالباطل ولا يعبد بالحق إلا الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم. ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد. نعم. التي دعت إليها الرسل كلها. لا إله غيره، كل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شوف، ما لكم من إله غيره، كل رسول يقول لقومه كذا. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات. اعبدوا الله هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا نفي. نعم. فهو معنى لا إله إلا الله تماما. نعم. ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره. نعم. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. نعم. فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني، هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو للجميع، يعني كل الخلق، ما لا يخرج عن هذا أحد من الخلق، الإله الحق لهم هو الله جل وعلا. نعم. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. أعد. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا الله، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال
يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره ليس لا إله في الوجود، ما يقدر لا إله في الوجود، بل يقدر لا إله حقا، لا إله حق إلا الله جل وعلا. لا، هناك آلهة باطلة، فإذا قلت لا إله حق انتفت الآلهة الباطلة. نعم. ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد ابن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله هذا. وأجاب أبو عبد الله محمد ابن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله موضع في موضع المبتدأ على قول سيباويه، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. نعم، لا بد في لا إله إلا الله من إضمار، لا إله حق إلا الله، يعني والآلهة التي تعبد غير الله يعني باطلة، لا إله حق إلا الله. لا تقول لا إله في الوجود، لا، لا إله حق، ولا في الوجود آلهة كثيرة، لكن قل حق، فإذا قلت حق انتفت الإلهية الباطلة. نعم. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله، وإلا الله، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله، لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. نعم. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قوله في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء، قال سبحانه وتعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. نعم، لا إله لابد من تقدير، لا إله حق إلا الله، هذا لا بد منه، لأن هناك آلهة باطلة ليست حقا، ليس هناك إله حق إلا الله سبحانه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم. قوله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. انتبهوا لقول قديم. نعم. قوله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، قال الله تعالى: هو الأول والآخر. لا تقل قديم، قل الأول، الله جل وعلا قال هو الأول، ولا ما قال هو القديم، لأن ما من قديم إلا وقبله ما هو أقدم منه. نعم. قال تعالى: هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية تفسيرا واضحا،
نعم. فقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر. نعم، لو عبر بالأول أول بلا ابتداء كان هذا هو الحق. نعم. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. نعم، تنتهي إلى الله سبحانه، هو الواجب لذاته. نعم. فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء أي من غير خالق، أم هم الخالقون، هم الذين خلقوا أنفسهم وخلقوا غيرهم؟ لا. نعم. كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه. المحدث. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه. المحدث. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه. نعم. فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل أم خلقوا من غير شيء أي من غير خالق، أم هم الخالقون، خلقوا أنفسهم وخلقوا غيرهم. هذا لما سمعه جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال كاد قلبي يطير لما سمع هذا الكلام. نعم. وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده فليس له من نفس وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال سبحانه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم، ما يأتي أهل الباطل بشيء إلا وفي القرآن ما ينقضه ويبطله ويبينه، فلم يبق لهم طريق مع القرآن الكريم العظيم. نعم. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها. مقدمات والنتائج هذه عند المتكلمين، المقدمة ثم النتيجة بعدها، لا بأس أن نأخذ منها ما وافق القرآن والسنة ونترك ما خالف. نعم.
وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري. لأنه ضروري، هذه الكائنات هل هي أوجدت نفسها؟ هل هذه الجبال وهذه البحار وهذه الفيافي والبراري وهذه الأشجار والأحجار، هذه الكائنات المتحركة والجامدة يعني وجدت صدفة؟ هذا لا يقوله عاقل، لا بد أن لها موجد. من هو الذي أوجدها؟ من ادعى أنه أوجدها من الخلق؟ ما حد ادعى ذلك، لكن الله أخبر أنه هو الذي أوجدها ولم يعترض عليه أحد، ما يقدرون يعترضون. فتبين أن الله جل وعلا هو الخالق المبدع للأشياء. الله جل وعلا قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل أجاب أحد فقال نعم هم الخالقون أو أنا خلقت نفسي؟ ما أجاب أحد. فالقرآن جاء بأشياء لم يجيبوا عليها. لمن الملك اليوم؟ يقول الله جل وعلا يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ ما أجابه أحد، ثم أجاب نفسه فقال: لله الواحد القهار. ولا أحد اعترض عليه. نعم. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب الصانع يعني الخالق، هذا تعبير يعبرون عنه بالمعنى، الصانع يعني الخالق. نعم. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري. إيه نعم، لأن الأشياء لا توجد نفسها وليس هم أوجدوها، إذن لها موجد وهو الله جل وعلا. نعم. أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. نعم. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو انتبهوا، القديم ليس من أسماء الله، من أسمائه الأول. الله جل وعلا سمى نفسه الأول ولم يسمي نفسه بالقديم. نعم. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى. نعم. فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد. نعم. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم. نعم. ولذلك الله جل وعلا سمى نفسه بالأول ولم يسمي نفسه القديم. نعم. كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. حتى يعني القمر، القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم هو العذق اليابس، عذق النخلة إذا يبس ترونه يتقوس ولا لا؟ يتقوس. نعم. مثل الهلال. نعم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني. نعم. فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. نعم. وقال سبحانه وتعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. نعم. وقال تعالى: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. نعم، للشافعي رحمه الله مذهبان، مذهب عملاه وهو في المشرق يسمى بالمذهب القديم، ومذهب عملاه لما ذهب إلى مصر ويسمى بالمذهب الجديد. نعم. وقال تعالى:
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني فرعون يقدم قومه يوم القيامة يعني يقودهم، أوردهم النار وبئس الورد المورود. نعم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذني ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم هذا قدم هذا وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. نعم. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم رحمه الله. ليس من أسماء الله أنه القديم، يقال الله هو القديم، ليس من أسماء، لكن جاء الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها، فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. نعم. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم. انتبهوا، جاء الشرع، وجاء الشرع باسمه، يعني الوحي، جاء الوحي بأن الله هو الأول ولم يقل هو القديم. نعم. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم. والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى للحسنة. نعم، الحسنى للحسنة، ما يقال أسماء الله حسنة، بل يقال أسماء الله حسنى، لأن هذا أتم وأوفى من الحسنة. نعم. قوله لا يثنى ولا يبيد، قول المؤلف طحاوي، لا يفنى يعني الله جل وعلا، لا يفنى ولا يبيد. نعم. إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. نعم. قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر، وهو أيضا مقرر، الجمع بينهما لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد كما جمع المؤلف بينهما. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد. اي نعم، تأكيد، لا يفنى ولا يبيد، ولا يبيد هذا التأكيد بقوله لا يفنى. نعم. للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. نعم. قوله ولا يكون إلا ما يريد، يعني لا يوجد، لا يكون يعني لا يوجد في الملكوت إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، إن الإنسان يخلق فعل نفسه، المعتزلة يقولون لا قدر، الإنسان يخلق فعل نفسه ولم يقدر الله فعله هذا، تعالى الله عما يقولون. نعم. هذا رد لقول القدرية والمعتزلة. نعم. فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود، يعني معناه أن إرادة المخلوق غلبت إرادة الخالق. نعم. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح. نعم. وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا. نعم، كلهم قدرية، لكن الجبرية يقولون العبد مجبور وليس له اختيار، إنما هو كالريشة في الهواء تحركها الهواء بدون أن يكون لها تصرف، تحرك. هذا قول القدرية. الجبرية على النقيض يقولون لا، العبد مجبور، هو مجبور على فعله، مجبور على فعله وليس له إرادة ولا قصد، وإنما يحرك. هذا قول الجبرية. المعتزلة على النقيض ينفون القدر، ولذلك سموا بالقدرية، يقولون لا، العبد يخلق فعل نفسه وهو مستقل بذلك، ليس لله إرادة في فعله، ولا وليس الله هو الذي خلق هذا الشيء. نعم، وإنما هو يخلق فعل نفسه، تعالى الله عما يقولون. ولو أنهم رجعوا إلى القرآن والسنة واكتفوا بما جاء في القرآن والسنة لهدوا إلى الصراط المستقيم. نعم، وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا. فالجبرية غلوا في إثبات القدر، والقدرية غلوا في نفي القدر، كلاهما ضال والعياذ بالله. نعم، وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. نعم، على القدرية اللي هم المعتزلة. نعم، أما أهل السنة فيقولون إن الله سبحانه وتعالى وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها. الله جل وعلا له إرادتان، إرادة كونية وإرادة دينية شرعية. أما القدرية فقد لا يحبها الله ولا يريدها، مثل كفر الكافر، شرك المشرك، هذا لا يحبه الله وإن كان قدره، لكنه لا يحبه، ليس من لازم الإرادة الكونية أن الله يحبها. أما الإرادة الشرعية فإن الله يحبها ويريدها، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف، هذه إرادة شرعية. نعم، أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا. لأنه استثنى، قوله إن شاء الله الاستثناء. نعم، لم يحنث إذا لم يفعله وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. لأن الله يحب الواجب والمستحب. نعم، والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان. انتبهوا، والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. نعم، فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، هذه الشرعية. نعم، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، تكون محبوبة وتكون غير محبوبة. نعم، وهذا كقوله سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة، من يرد أن يهديه هذه إرادة شرعية يشرح صدره للإسلام، ومن يرد هذه إرادة كونية، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
في قراءة حرجا كأنما يصعد في السماء، لأن اللي يصعد إلى السماء يضيق صدره لأن الأكسجين يقولون ينعدم أو يقل فيضيق صدره إذا ارتفع، لازم يكون معه استعداد يستصحبه معه، وإلا فإنه ينخنق إذا ارتفع ينخنق، إلا إن كان معه استعداد يعوض ما نقص من الأكسجين. نعم. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. كونية، هذه إرادة كونية، إن كان الله يريد أن يغويكم، إرادة كونية. نعم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. يفعل ما يريد، ما يريد. هذه إرادة، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، يعني إرادة كونية. الله لم يريد الاقتتال شرعا وإنما أراده كونا وقدرا. نعم. الاقتتال يعني بين المسلمين. نعم. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. والله يريد أن يتوب عليكم. نعم. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذه إرادة شرعية. نعم. ويتوب عليكم والله عليم حكيم. نعم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. كل هذه إرادات شرعية. نعم. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نعم. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. نعم. لما ذكر أن الذي ليس عنده ما يتيمم في الصعيد ويطهره ذلك، قال: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. نعم. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني النجاسة، النجاسة المعنوية في العقيدة في الأخلاق، ويطهركم من ذلك تطهيرا. نعم. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا ما لا يريده، يعني ما لا يشرعه الله، ما لا يحبه الله، ولا الإرادة الكونية الله أراده. نعم. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، ما لا يريده شرعا. نعم. أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. نعم. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مشيئة كونية. شوف، المشيئة ما تأتي إلا كونية، ما تأتي مشيئة شرعية، لا، خلاف الإرادة فإنها تكون شرعية دينية وتكون قدرية. نعم. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل، فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. نعم. وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى، فالله سبحانه وتعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. مريدا منه فعله قدرا، قدرية، إرادة كونية. نعم. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى: هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟
فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. نعم. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، فقد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصح غيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك، فيقال لهم هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. نعم. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها، فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، فإن كان ذلك في حق الرب سبحانه أولى وأحرى. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعين عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته،
فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة خلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد، ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل حكمة الله سبحانه في خلقه وأمره يعجز أو يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. قوله يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، معرفة الله سبحانه وتعالى بماذا تكون؟ هل يقال بأن الناس مفطورون على توحيد الربوبية، أما توحيد الألوهية فلا بد من تعلمه؟ كيف؟ يقول معرفة الله سبحانه وتعالى بما تكون، وهل يقال بأن الناس مفطورون على توحيد الربوبية، أما توحيد الألوهية فلا بد من تعلمه؟ أي نعم، توحيد الربوبية الناس مفطورون عليه يقرون به، ما أحد أنكر توحيد الربوبية إلا من تظاهر بذلك كفرعون والنمرود، وما هذا تمرد، ولا هم يعلمون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مذهب الكلابية هو قريب من مذهب أهل السنة والجماعة؟ لا، الكلابية ما هو قريب من مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله هو مؤسس مذهب الأشاعرة؟ لا، مذهب الأشاعرة الذي هم عليه هذا مذهب الكلابية، ما هو مذهب أبو الحسن. أبو الحسن رجع عن هذا إلى مذهب الإمام أحمد، وهم بقوا على مذهب الكلابية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل هذا أو أليس هذا من النفي المفصل؟ نعم، يأتي أحيانا النفي المفصل، يأتي أحيانا هذا منه، يأتي أحيانا من النفي المفصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، دائما النفي يكون مجملا يكون مفصلا أحيانا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأشاعرة والمعتزلة هل يقال بأنهم من فرق أهل السنة والجماعة؟ لا، لا يقال إنهم من فرق أهل السنة، بل هم مخالفون لمذهب أهل السنة والجماعة في كثير من الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: كيف يستطيع المسلم أن يفرق بين أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهل باب الصفات أوسع من باب الأسماء؟ كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفاته، فالصفة فرع على الاسم، ليس هناك أسماء مجرد ألفاظ، إنما تتضمن صفات عظيمة لله عز وجل. فالعليم يتضمن العلم، والحكيم يتضمن
الحكمة. السميع يتضمن السمع، وكذلك سائر الأسماء والصفات لله سبحانه، فليست ألفاظا مجردة فقط مترادفة أبدا، كل اسم يستق منه صفة. ولذلك كانت أسماؤه حسنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بعض المصلين يزيد في دعاء الاستفتاح المشهور سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يقول: ولا معبود سواك، فهل يجوز ذلك؟ هذا غلط، أنا بس ما يجوز، هذا غلط. ولا معبود سواه معناه إن كل المعبودات تكون لله عز وجل، عبادة الأصنام والأشجار والأحجار تكون لله، لا معبود سواك، لا معبود بحق، لابد من هذا القيد، لا معبود بحق سواك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول في هذه الأيام بأن الخلاف في باب الأسماء والصفات ليس من الأمور المهمة، فسواء أثبتت صفة من الصفات أو نفيتها فإنه لا يترتب شيء على ذلك، ومثل بأمثلة. هذا ليس هو الذي ليس بمهم، هل قائل هذا هو الذي ليس بمهم؟ بل هذه الأمور من أهم المهمات، لأنها من صلب الدين وصلب العقيدة، وهذا يتكلم بما لا يعلم أو أنه يتعمد الضلال والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك أسماء لله سبحانه وتعالى علمها لبعض خلقه دون بعض، فعلمها لبعض الخاصة من عباده؟ نعم، الله علم بعض خلقه أكثر من بعض، الله يختص برحمته من يشاء، ما في شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى التفويض في الصفات، وهل يقول به أحد من السلف؟ كيف؟ ما معنى التفويض في الصفات، وهل يقول به أحد من السلف؟ التفويض في الصفات يقولون ما نعلم معانيها نكله إلى الله سبحانه وتعالى، هذا باطل، بل نعلم معاني الأسماء والصفات ونعتقده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لفظ الشارع هل يجوز إطلاقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو مختص بالله سبحانه؟ هو مختص بالله، ولكن الرسول مبلغ عن الله سبحانه، فيوصف الرسول بلفظ الشارع لأنه مبلغ عن الله، الشرع الذي شرعه سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول المؤلف رحمه الله: فإن الموجودات لا بد أن ينتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل؟ نعم، قطعا للتسلسل، يعني تسلسل الحوادث، تسلسل الحوادث، والتسلسل معناه أنه أن الشيء لا ينقطع لا في الماضي ولا في المستقبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يكرر هذه اللفظة الله الله، يكررونها بدون إضافة الله أكبر، فهل هذا مشروع؟ ينون بذلك، الله الله تعظيم الله جل وعلا، ينون تتميم الجملة، الله أكبر، الله أعظم، الله أجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهل الكلام الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله، هل هم الآن في عصرنا من يسمى بالعلمانيين؟ لا، العلمانيين ذولا زنادقة ليس لهم دين، أما علماء الكلام لهم دين، لكن عندهم تخليط في العقيدة ولهم أهل دين، أهل ملة. نعم. خلاف العلمانيين فليس لهم دين والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الصلاة خلف إمام يقول بأن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة ولو لم يعمل أي عمل، مستدلا بحديث البطاقة وغيره؟ حديث البطاقة معمول على الذي قالها ومات،
ولم يتمكن من العمل، قالها معتقدا لها مؤمنا بها ومات ولم يتمكن من العمل. أما من تمكن من العمل وتركه ولم يعمل شيئا فلا تنفعه لا إله إلا الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يطلق على أهل السنة أنهم مجسمة، فهل هذا الإطلاق صحيح؟ نعم، مجسمة لأنهم يقولون أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التجسيم، والتجسيم لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، وإنما هو لفظ مخترع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يريد العبد أن يعمل عملا أو يتركه، فما هو الأكمل، أن يقول إن شاء الله أو يقول بإذن الله؟ هل كلاهما بمعنى واحد؟ نعم، الإذن والمشيئة سواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا وردت آية فيها يريد الله أو أراد الله، فكيف نستطيع التفريق ونقول بأن هذه كونية أو شرعية؟ السياق، سياق اللفظة هذه جاء في أي سياق؟ السياق هو الذي يبين معناها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه الآية هل فيها إرادة شرعية وإرادة كونية أم أن فيها؟ نعم نعم، ما في إرادة شرعية إلا ومعها إرادة كونية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل هناك فرق بين الإرادة الإلهية وبين المشيئة الإلهية شرعا؟ المشيئة ترادف الإرادة الكونية، المشيئة ترادف الإرادة الكونية، لأن المشيئة لا تنقسم إلى مشيئة شرعية ومشيئة كونية، هي مشيئة كونية فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من يقول بأن الإنسان يفعل كل شيء لكنه قد كتب عليه وهو محفوظ في اللوح، من يقول بأن الإنسان يفعل كل شيء وهو مكتوب عليه ومحفوظ في اللوح فكل ميسر لما خلق له، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ما هو صحيح. إن كان قصده أن الإنسان معذور لا هو صحيح، ومقدر، لكن الله أمرنا بأوامر ونهانا عن أشياء، لا بد أن نمتثل الأوامر ونتجنب النواهي، ما نقول نتكل على القدر، نقول هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول مر معنا وفقكم الله في الدرس الماضي مشروعية الاستخارة في الأمر المتردد فيه، السؤال إذا أدى الصلاة صلاة الاستخارة ولم يحصل له ارتياح وإنما حصل تردد، فهل يعيد الاستخارة؟ نعم نعم، يعيد الاستخارة حتى ينقطع عنه التردد. نعم يعيد، هذا طيب، هذا عبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أثناء القيام في الصلاة هل يشرع أو هل يصح وضع اليد تحت السرة؟ نعم، السنة وضع تحت السرة أو تحت الصدر، تحت الصدر أو تحت السرة، وتحت الصدر أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إن يغلط بعض الناس، بعض الناس يغلط ويضع يديه على الصدر، لا، تحت الصدر، توضع اليدان لهما موضعان في الصلاة حال القيام، إما تحت الصدر وإما تحت السرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إن عندها بنتا عمرها 5 سنوات، تقول عندها بنت عمرها 5 سنوات وهي مريضة منذ ولادتها، ففيها ضمور في المخ وتحتاج إلى عناية باستمرار حيث إن التنفس يضيق عندها دائما، سؤال هذه الأم تقول هل تأثم إذا أدخلت ابنتها في دار الرعاية الصحية باستمرار؟ إن كانت ما تقوى على رعايتها ادخلها، أما إذا كانت تقوى على رعايتها فلا يجوز لها أن تدخلها، بل تقوم بها هي. نعم، تصبر عليها.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في ثواب قراءة آية الكرسي أثناء النوم أنه لا يقربه شيطان حتى يصبح. أثناء النوم أو قبل النوم؟ قبل النوم. قبل النوم، أي نعم. قبل النوم أنه لا يقربه شيطان حتى يصبح. أي نعم. يقول: هل معنى ذلك أنه لا يحصل له أي شيء من قبل الشيطان؟ يبتعد عنه الشيطان، معنى أنه يبتعد عنه الشيطان ما دام نائما، ولا يتسلط عليه، ولا يأتيه بأحلام تزعجه أو أفكار تضاد النوم، تكدر النوم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سلمت بعد سلام الإمام من صلاة الظهر ثم تذكرت أنني لم أتعوذ من الأربع، يقول: هل يلزمني أن أتعوذ منها؟ لا، تعوذ من الأربع سنة، إذا فات وقتها فلا يضر، هذا الحمد لله، الصلاة صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هو الوقت أو ما هي المدة التي يجوز للزوج أن يسافر فيها عن زوجته؟ 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فلا يزيد على الانقطاع عن زوجته أكثر من 4 أشهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يسمى بالملتزم في الكعبة؟ يقول: هل الدعاء عنده مشروع؟ نعم، يرجى فيه القبول، ملتزم ما بين الركن والباب، ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا مكان يرجى فيه قبول الدعاء أكثر من غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك رجل يقول للجمعيات الخيرية وحلقات تحفيظ القرآن، يقول: أنا أبحث لكم عن متبرعين بشرط أن آخذ نسبة 20% عن كل تبرع آتي به، فهل يصح مثل هذا العمل؟ هذا لا يجوز، وهذا صادر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بمنعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تأخر المؤذن في المسجد عن الأذان ب3 دقائق ولم يحضر، فهل لي أن أؤذن قبل أن يأتي؟ 3 دقائق؟ إيه؟ 3 دقائق قليلة، إذا مضى أكثر من 3 دقائق ولم يحضر فأذن، أما 3 دقائق فقط يمكنه عند الباب. نعم. انتهى وفقك.